مساء الخير عليكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم رؤى وأحلام، وكل سنة وانتم طيبين وبمناسبة عيد الهجري المجيد وكمان عام العيد القبطي، وكل سنة وانتم طيبين ويا رب سنة تكون كلها خير وسعادة. دكتور مليكة كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة يا دينا وكل الأمة الإسلامية يا رب دايما بخير وسعادة يا رب. النهاردة حلقتنا احنا خصصناها الأحلام، لقينا أحلام كتير جدا وأسئلة على صفحتنا، فطبعا احنا بيكون لضيق الوقت مش بنقدر نقول كل الأحلام، بس النهاردة خصصنا الحلقة كلها لأحلامكو. أول حلم يا دكتور مليكة ويلا نبدأ بيه، هي بنوتة بتقول أنا كنت ماشية في مكان لقيت مقابر، بس في ناس كتير واقفين وقاعدين يرموا زي جمرات كتيرة وقاعدين يقولوا ويكبروا، وبعدين لقيت المقابر دي مفتوحة وشايفة أموات فيها وكمان بيتحركوا في المقابر، وفي واحدة مربوطة من إيديها شايفاها وبتقول ارحمني يا رب. لا لا هي ما تعرفهاش. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرؤية دي اما يكون فيها جمرات، الجمرات احنا بيترجم بها الشيطان. هنا كمان جه رمز انها مربوطة من ايديها. انا عايزة الناس تتعلم الرموز بنربطها ازاي من اول الرؤية لاخر الرؤية، يبقى كده رمزين اتنين مرتبطين ببعض، يعني معنى كده انها كانت رزقها وحياتها كانت فيها عسر بسبب اشخاص معينة، يعني ضروها بسبب اشخاص ضروها. فهنا لما رمت الجمرات فمعنى كده نصرتها على اعداء، فيا رب دايما كده ربنا ينصرها، وانا عايزاها تحصن نفسها دايما والله اعلم. بنوته بتقول انا بحب او مرتبطه بحد بتحبه بقالها فتره طويله، دايما تحلم ان هو مع واحده، بس مره تلاقي يعني مواصفات فيه باينه، مواصفات فيها هي شعرها لكن مش بتقدر تشوف ملامحها كويس. هي عايزه تقول ده تفسيره ايه؟ لا ده عقل باطن. ده من عقل باطن. طيب في بنوتة تانية بتقول هي حلمت ان هي بترضع طفل من صدرها، من العلم ان كويس. هي مش متزوجة ولا مخطوبة، ده ارتباط ليها مع اقبال العام الجديد بامر الله تعالى والله اعلى واعلم، وان شاء الله هيكون فيها خير عظيم جدا جدا لاهل زوجها ولزوجها، يعني هي هتكون ادمها ادم السعد عليهم بامر الله وهم كمان والله اعلى واعلم. والله اعلم. هقول الحلم الصغير ده بعد كده نرجع لتليفوناتنا عشان تليفوناتنا بدات. لو سمحتي ماما حلمت اني بنتها وقعت على ظهرها وانا بمسح البيت عندها. الرؤيه دي تخص حد من اخواتها، ما تخصهاش هي او تخص الاب، فلازم تكون حريصه عليهم. هو يعني في ضرر كده من ناحيه الحاله الماديه، ممكن يبقى فيها تعثر شويه وحد ممكن ينأذي بسبب الازمه الماديه دي، فهي عليها بقى الام كرؤيه ما تخصش بنتها، هي تخص حياتها. فالام طبعا لازم تكون هي واجهه البيت، ان هي تقدر تلم ازاي، تقدر تعدي العثرات ازاي اللي في البيت والله اعلى واعلم. ربنا ييسرها للجميع. طبعا عايزه اقول لك عندي احلام كتيره جدا.